السلام عليكم اخواتي احبتي، راكم مازلتم مراقدين؟ صباح الخير عليكم، ان شاء الله راكم على كل حال. رانا زايدين 7 ساعات عليكم، الساعه الان 10 تقريبا. المهم اخواتي كما راكم تشوفوا راح نديكم مقطع هنايا، رانا في احدى الحدائق العامه هنايا، حدائق عامه لكن ليس حديقه عامه كما تشوفوها كما معروفه، لكن هنا في سنغافوره عندهم حاجات مختلفه، هما يديروا يعني حدائق رائعه على اسطح الابنيه، فأصلح الأبنية يستفادوا بالمساحات هذه، وهكذا تجد كراسي وتجد أماكن راحة وهكذا. يعني رغم أن سنغافورة صغيرة مساحتها حوالي 719، لكن هما دائما يزيدوا إضافات في البحر وهكذا يربحوا شوية مسافة ويقطعوا الأشجار. كما تعرفوا جزيرة صغيرة تقع سنغافورة، جزيرة صغيرة تقع شرق آسيا حوالي 5 ملايين، فيها مليونين من المسلمين وفي عدة أقليات، كانت تابعة لماليزيا واستقلوا يعني في أوت 1965 الانفصال على ماليزيا، لكن يعني في ذلك الوقت كانت سنغافورة يعني فقيرة جدا وفي مستنقع الفقر والأمراض، لكن الآن يعني الريادة وكي يكون عندك حاكم راشد تشوف يعني كيف تطورت سنغافورة وأصبحت يعني واحدة من الدول الكبرى ويحسب لها ألف حساب. المهم خوتي سلام لكم ومودتي لكم. كما راكم تشوفوا رانا هنا في على سطح بناية يعني فوق عمارة كما هذه، شوف نوريكم وتابعوني باه نوريكم هذا راكم تشوف هذه العمارة، كل العمارات هكذا في سنغافورة، هذه سكنات اجتماعية، والسكنة الاجتماعية متوفرة، شوف كيفاه هذه السكنة الاجتماعية، صورت لكم من قبل، شوف حفرة على كراسي، ها شوف تقول راك في حديقة عامة، لكن ليس حديقة عامة، هذه حديقة فوقها سطح بناية، هكذا في سنغافورة يعني البنايات يستغلوا هذه الأماكن ويديروا فيها حدائق يعني هكذا، والناس يجوا هنا ويدوروا ويستريحوا. شوف تقول لك في حديقة عامة، شوف الأماكن الخضراء هذه، شوف عندها أشخاص يقوموا بتنقية الأماكن هذه والسهر عليها، شوف تقول لك في حديقة عامة، يعني سبحان الله طبقوا القانون، طبعا استثمروا في التنمية البشرية وطبقوا القوانين على اللي غلط يخلص. كما راكم شفتوا القوانين هذه كاين الناس يقول لك ترمي الدخان وعلاش بروسي وهكذا وهكذا، لكن هذه الامور صراحه حينما تطبقها صدقني الانسان يثقف ويرجع للطريق. فهمتوا خاوتي؟ توجد اكثر من ممنوعه، 15 عاصمه الممنوعات او دوله الممنوعات، هي مدينه بشكل دوله. شوف شوف اخوتي هذه كلها طبعا سكنات اجتماعية يمدوها المواطنين، شوف شوف طبعا هنا الكاميرات موجودة، الناس تحترم وكل واحد يحترم القانون ويطبق القانون، لأن في سنغافورة ما تشوف الشرطة، لكن الكاميرات هي تقوم بدور الشرطة، وعندهم قوانين مثال العلك ممنوع يدخل سنغافورة، ممنوع يباع في سنغافورة الا في الحالات الطبيه، مثلا اذا عنده وصفه، شخص عنده وصفه طبيه يمكن له السماح بشراء علك او لبان من الصيدليه طبعا بوصفه طبيه طبعا، كذلك السواح اذا جابوا كميه معهم، لكن الغرامات هنا كما نقولوا ممنوع، غرامات فظيعه جدا، كرمكم الله تدخل بيت الخلاء وما تفلاشيش المرحاض $300، يعني كيما كتبت لكم الممنوعات هذه في الصفحه، يعني العلك الزباله، شوف النظافه، شوف نجيكم من الناحيه الاخرى، شوف هاي الزباله كرامك المزبله، شوفوا خوتي هذه كلها سكنه اجتماعيه، شوف في كل مكان النظافة هنا رقم واحد،
إذا أخطأ الإنسان يخلص غرامة كبيرة. وهكذا الناس اللي بنت بلدانها، وإحنا تشوف الكوليرا يهفو فينا، شعبنا بالكوليرا مسكين يا حليل. الجزائر في 2018 تحسها جزائر متطورة، جزائر العزة والكرامة، لكن تسمع الجزائر أنهم ماتوا 5 أو 6 بالكوليرا، يعني والله أمر محزن، محزن جدا، لأننا مش في حرب، مناش دولة فقيرة، رانا يعني في المفروض من الدول المتقدمة. سنغافورة استقلت في سنة 1965، كان عندها 5 ملايين دولار في البنك تبيع الحوت والحطب، كانت في الستينات فقيرة جدا، عايشة في مستنقع من الفقر والجهل وكل شيء. بينما الآن في 2018 سبحان الله فرق بين الجزائر الغنية بالبترول بين قوسين، واللصوص اللي سرقوا البلاد، والدول اللي احترموا شعوبهم وخدموا الدول وخدموا بلدهم. فهمتوا خوتي؟ احنا سبحان الله في 2018 شوف الجزائري مرض الكوليرا، تقول انا في اليمن والله في دوله يعني صوماليا، ولا سبحان الله يا اخوتنا يعني عار على المسعورين هذول اللي جاوا ينتقموا من الشعب الجزائري، هذو جاوا ينتقموا من كل هو جميل في الجزائر، كل ما هو جميل حر، جاوا ينتقموا من الشعب الجزائري والناس الرجاله بيرخصونا. فهمتوا خوتي؟ والشعب راقد، الشعب راقد يصفق وحكاية. المشكلة كم بيعد زير خودنا مقسمة بين الفرنسيين والأمريكان، والشعب مسكين ما على بالوش. الهربة تكون حل صح، الهجرة، لكن إلى متى هذا الوضع اللي رانا فيه خودنا؟ فهمتوا؟ ها شوف كراسة، شوف ها خوتي. المهم خوتي شو نقول لكم خوتي، ندعونا معكم وهكذا، يعني سلامي لكم، بيحفظكم وربي يجمعنا في الخير وبيحسن حال بلادنا. خويا فوزي الله يجاي يطلق سراحك وسراحنا. سلامي لكم خوتنا، وسلامي ل 48 ولايه خوتي في ارض الشتات، خوتنا في كل مكان، حبكم، دعونا معكم، وسعد الله يومكم بكل خير وبركه. السلام عليكم.